السلام عليكم اخواني اخواتي، شو اخباركم؟ عساكم بخير. اليوم جبت لكم تطبيق مميز صار له استخدمه سنه كامله ونزلته في القناه تقريبا من سنه، وحصل تحديثات كبيره جدا خلته جميل وعملي ومفيد في نفس الوقت، لان من خلاله راح تقدر تشاهد الفيديوهات تحصل اموال، من خلاله تقدر تستثمرهن، تلعب العاب وتنافس الاشخاص وتحصل نقاط، تتابع الاعلانات وتقوم بالمهام، وكل هذا في النهايه يتحول على دولارات تقدر تشتري ايتونز كارد ولا جوجل بلاي ولا حتى تحولها عن طريق الباي بال. هذا التطبيق ما راح يخليك غني، لكن راح يخليك تحصل من حدود 40 الى 100 ريال سعودي بالخطوات اللي راح اشرح لكم اياها بشكل شهري مش يومي، يعني مبالغ بسيطة لكن جميلة جدا. والحلو ان التطبيق ممتع للغاية، يعني انا استمتع وانا اشاهد الفيديوهات المضحكة، انا العب واتحدى الاشخاص وفي النهاية احصل مبالغ بسيطة. لكن قبل أن ندخل في الشرح، إذا كنتم من عشاق التقنية وعشاق هذه الفيديوهات فكروا بالاشتراك في القناة، دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات وأتوقع محتوى القناة يعجبكم. عندنا هدف نوصل لمليون مشترك وبدعمكم أكيد راح نوصل. هذا البرنامج برعاية تطبيق ظل المحادثات اللي الحين بدأ ينتشر بشكل كبير، وكثير من الميزات اللي تيجي بشكل شهري. بداية تقدر تسجل بدون رقم الجوال فقط بحسابك الأبل، وتقدر تخفيه وما حد يعرف أي شيء عنك، ولما تفتحها تقدر تشوف الناس اللي حواليك حتى لو ما كان عندك أرقامهم، وتقدر تبدأ المحادثات، تدخل على الستريمز، ألعاب وإلى آخره، وتقدر تبحث عن طريق المنطقة. في كثير من الميزات الجميلة لهذا التطبيق، وأحلى شيء في خاصية التعزيز اللي من خلالها تقدر تحط حسابك أول شيء علشان الناس أول ما يفتحوا التطبيق يحصلوك في البداية، وراح تحصل تفاعل أكثر وتحس نفسك في القمة. التطبيق اسمه كليب كلابس، الروابط تحت الفيديو. اول ما نفتحها على طول راح يعطيك نقاط، كل ما تفتحها بشكل يومي راح يعطيك نقاط. هو يريدك انك تفتح التطبيق بشكل يومي علشان تطلع بعض الاعلانات وتقوم ببعض المهام، راح ياخذ 40% من الارباح و60% راح يعطيك اياها. لما نروح القسم الاول، كل ما تابعنا الفيديو كل ما اعطاني نقاط، هذه النقاط لاحقا اقدر استثمرها، العب فيها العاب وانافس الاخرين واروح منها، اقدر اشتري صناديق ذهب تربحني اكثر والى اخره راح نتكلم عنها. عموما كل ما يزيد مستواك في مشاهده الفيديوهات من هنا تقدر تشوفه، راح يعطوك اموال اكثر كل دقيقه تتابع فيها فيديو. لو تجلس تقريبا ربع ساعه وتطور حسابك بعد عده اشهر راح تحصل عده دولارات. من خلال هذه الدولارات راح نقدر نعمل اشياء جميله. خلينا نشوف، راح ندخل هذا القسم. من غير الاموال اللي يعطيك اياها راح يعطيك صناديق، هذه الصناديق فيها هدايا، فيها فلوس حقيقيه وفيها اشياء كثيره. كل ما تفتحوا التطبيق بعد مشاهده الفيديوهات دخلوا على هذا القسم، فتحوا هذه الصناديق، وفي قسم خاص العاب كثيره، وطبعا كل شهر تقريبا تنزل لعبه جديده من خلالها راح تنافس ناس حقيقيه، ولما تفوز عليهم راح تحصل مبالغ كبيره من التطبيق بالنفس. فنصيحتي انكم تجربوا عدة العاب من هذه الالعاب، ولما تشوفوا لعبة تعجبكم وتحسوا انفسكم اقوياء ركزوا عليها علشان يعطيكم نقاط وبعدها تقدر تستثمرها. خلينا نشوف النقطة اللي بعدها، واللي هو هذا القسم تقريبا بشكل اسبوعي تتحدث هذه القائمة في مهام مثل السيرفي، الاسئلة، او انك تدعو صديق، او انك تنزل تطبيق والى اخره. بشكل عام هذه كل مهمة فيها عدة نقاط، لما تخلصها راح تنتقل هذه النقاط لحسابك. اوكي، بعد ما جمعنا المبالغ البسيطة من هذا التطبيق من خلال الالعاب مشاهدة الفيديوهات وسحب الجوائز، الحين احلى قسم عندي في هذا التطبيق، تروح تدخل هنا راح تحصل استثمار، تحط مبالغك هنا وبعد يوم راح تضاعف مثل ما تشوفوا. طبعا لان الحين رصيدي المتبقي قليل ما عندي عروض كثيرة، كل ما زاد المبالغ اللي عندك كل ما طالع لك عروض اكثر للاستثمار، حتى في بعضهم بعد 8 ايام 9 ايام يضاعف المبلغ اللي عندك. فيعلمك بشكل بسيط طريقة الاستثمار الحقيقية بالاموال اللي انت تسويها، ومثل ما تشوفوا بعد ما نجمع المبالغ نقدر نحولها عن طريق الباي بال، نشتري بطاقة ايتونز او جوجل بلاي، وكثير من الاشياء الجميله في هذا التطبيق. يعني تقريبا 7 مهام تقدر تسويها علشان تحصل مبالغ جميله لو مناسبه للاشخاص اللي عندهم دخل محدود. اتمنى اني شرحت التطبيق بطريقه جميله، حطوا لايك اذا عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك ونشره اذا حبيتوا. شكرا واشوفكم على خير.